بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال الله تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب انت اين ندود باللابن عن رباهرت ان انو تلمانو ندود نوحا ايتهاي هدف كذا يسيدا يوسع عندهم تبيذن الله سبحانه وتعالى وضارك يسأل الله بركي علم ذينا وانو اللباء قيبيني كدي مركي ماشي نقو يراتي ندواتك بحي دوناي وأفر ندو ما أنت بري صادم بي ما أنت قدم بي سبيد الله سبحانه وتعالى سيسانة هربا ندواتك وحي نقوم دونان مذي علمه دو إن يرهر لان إذن كان إنت بضان أدهد شان محايا لي مشاكل كأي إشكاليات كجيراي بضان أدهدو إنه كدح قوحا علمنا مرك أي كجواب يسوي كجواب تأيوه كل جو تهلاية وضدك أنا هرف الدين سيدنا سؤال مرك لقى جواب يو وحي موقتا جوابته مرك سؤال قفك وتاي وسي عد ولا سو تاجين هاي ومسألة دي وعدايو هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحن رجينا كو ندود إناني دي عسوبين وإنكم مشاركة السميسان وأدينكوا أد هذا الشأن وسؤاله أد كنتان وحلقة هذليه ندودن هدأ أن أفضل إنه والحلال والحرام هذين نقول له هاي وحلحير رعنيسي عبيتان وحلحير رجريه يجذا الشذوذ وحلحير وحبرشذي يديك اللي قاضن لها وحلحير الشقيك اللي قاضني وسؤال إن بدأ دينه كسر دعي وقت يأكل الدون يحليك الدون أد مقشان ما لبلنا أتكبوا ستين لكن وحن سلاي هاي إن علماء أتكلم قشان ونقاشتان وظروف شهر بكتان مهمة دي ما كلها هذا بوح حن أباهن كو ندود إن تاني باللبن إن كهر موضوعنا على جبهين صلاة يزكو وقت كلا نكهل لنا وما أنت رمضان بلقى سهل صوم بلقى سهل هولا كري إلا حريرة سيد الله صوما ساعدها دير ساعدها جابا ندود بري كلية أجارة جرتوا إمام دون تبين الله سبحانه وتعالى marka hadii mowduuc laga baxay wuxuu noqon doonaa mowduuc aad iyo aad uga fog waxaanu ka hadlaynay waxaan laga yeeyay inaan daboolin taas waa mid talabaad hadalku inuu kooban yahay hadii mas'alada sheekha kaaga jawaab aadan xitaa ku qancsanayn aadaabtiina laga tagin maxay leey waa ra'yi oo rag meesha fadhiya waa rag aqoontooda leh mas'aishuna aanay ku cusbayno nin walba si gaar ah u soo ilaaji iyaga aarada ku kala duunan kara inaga ku kala duunan karno wax mushkilada marka amala waxaa kale aan ku cusan lahaa taaqimka idaariga ah ee laba qofood inay meeshan istaagaan oo dadka si ay u kala horeeyaan gacanta u taaga ay soo gudbiyaan sida makaroofanka lagu gudbiyo insha Allah subhanahu wa ta'ala gabdhuhu iyaguna way hadli doonaan su'aalahooda soo qadimi dooraan sidaas oo kale rag iyaguna way hadli doonaan bi idinillaahi subhanahu wa ta'ala mas'aladuna inay noqoto mas'ala iyadu kooban oo runtii dadku ay ka faa'iidi karaan bi idinillaahi subhanahu wa ta'ala waxaan intaan kelmadda inaan gudagelin oo inaan furin makaroofanka iyo su'aalihiisa aan ku hormari lahaa culimada inay in yar horta inaga yiraahdaan alxalaal walxaraam diintu sida ay u muujisay xadiithi Nucmaan bin Bashiir oo faahfaahin u baahan iyo qowluhu allah subxaanahu watacaala inuu yiri walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum alkadib hada xalaal wahada xaraam waxaan rabaa marka doctor axmed taahir aweys in yar oo muddo shan daqiiqo ah ama afar daqiiqo daqiiqad baan kala soo haray inuu bil xadiid kaas noo iftiimiyo jazaahu allahu khayran fala tafadal fadilatu mashkura bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam mowduuca sida u sheegay xalaal iyo xaraam mowduuc aad iyo aad weyn تحليل كي تحريم كنا إلها إسكالي بشارعة إلهي بابا حرمي كرا يا رسول كله وحيود عليه الصلاة والسلام
قف كلا وحنا ما حرم الكرة وحنا ما حلل الكرة علم ماذا يجو وحي ونكهت لا وحوي إني باران حكمك الله سبحانه وتعالى يرسلك شيء جديد وحلال وحرام هاي هذه آيات قرآن يقصى أرارته أحمد حديث النبي يقصى أراره هذيك الإجماع النبي يقصى أراره هذيك لنا وحيالها منصوصات كأول عدي لوق قياس قات أما قف قاسونا وحسك حلل وحسك حرمه مي إله وحلي ألا له الخلق والأمر سيد إلهي عدنا إيسان وحلاء أبورين أمرك يوح فرد يوح ريبد وحلال حلالين تي حرامت الله إسكال سبحانه وتعالى بل قفك هدو إسكو ديو من جيبه إنو وحلالي أما وحرمو وصلب إسي وكفر بيب النقوني أما لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مشركاء إليين دين تأيو جديا سورة الأنعام وحي آد ونقضيها قال هذا وحان عقلي يشرع كل إسلام إسكا حرمت نفك هذا وإنت أصول للأرقيقاس رقا إسكا له وإنك كحرام وحي الله أن شرع كل إسلام حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام نعمان بن بشير وقاعدة أساسية وحول الحلال بين والحرام بين حلاش واحدها ونصوص تحديثي حرامتنا واحدها وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الربا مشتبهات أي أجراء ودنا حديث لغفي رينا حلاش الشبهة دنا عنا حرام تشبهة ساس إيتا النبي وحنوير عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قفكي حيالا شبهات كاكرده ورصده دين تيسا يشرف تيسا بريبا ونقضي ودين تيسا لمرده وعين شرف تيسا لمرده وعميسا لما حايا وددك اللسان كوذك مصال لضمي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قفكي شبهات كلها عنا حرانتي وكلها عيسا بطوها وماشي سومالو يرهدان توغو تاتابشا لغبرتا شبهات كديات كلها عيسا حرامتي كوغينيسا سادرتي ما دام الشبهات كلها سجدي حرامتي او حد ان لغوت اللابصدو وحد قرنيسا خطورة دا ايلادا خطورة دا ايلادا وحاكمي دا حرامتا قفكو عنا ان نحمل كيسا الاقبل حديث كيوات اكتهين نبي قوير عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب يعني قف الله بري أسبابتي الله بري ولن لي يمد مركا دعوذي لقى أقبل واي الله بري صوته حرام يكوقوت ده كله إنك سوى حديث ضعيف وهاي لكن هو معنا صحيح استاذي كل جسم نبت من الحرام في النار أولى به كل أما واحكمة أما حديث ضعيفة لكن هو معنا صحيح سببته حرام هذا كقوضة ده نارتي وحوي أسباب تيدي أياد ما أنتم أركي سفرها لك شيء ده وحان أدليل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا قفك حولا أقوان تعونا وحال يري وقف النار دب لقلقه دي حرامتي نواسده كله إلا وحل دعي يوحل حظي يوحل قيانة يواساسوي تحريمك وحك كاننا وحوي إما ظلم ضد وحات كده عديد أما غشي إني تهي أما وح شارع معاملات وجوجي وأيضنا أما أذيك دباتك وجرتها أما ضدك دباتك وجرتها سيدا درت تحليلك يا تحريمك وحسها لن ماهن وذا دون إسكاء ما أنت مارك إسا متساهلنا قيل إرادي أيضنا وحسها لن ماهن سوطة ضد بدن أيغو أب وحقنا حلاليهين ودينت آياتك يقانا حديثي يقانا وذا دور كيسا تقاذن إسا أذيك وذا دور كاقي
وحد أذيك بأكتهي ونفط هذا مركز لا تشد أكتهي وروذات وحكو ترى يا نبي وكير استفتي قلبك ما قرأت قلبك ويدي أليث ما حاك في ما حاك في النفس وتردد في الصدر دمبه ووحي النفط كنا نقضى وقلبه حق وإن أفتاك الناس وأفتوك مركب واحد يجب أن أكتهي ودينتي أعتقد قاند إن حرام تهي هذا ترى هذا وذات يقيل ذي هدي أترى هذه وأذيك بقى تقاند هذا ودقيل كاسحب كتر ما سجن وأكدم بابيا أذيك هنا وحوي يقف شرع دون متهد قف ورع متهد قف حاته مركب لقلوق رات سنة مركب يا إخواني تحليلك تحريمك وحسال الماء يقول ماذا إن إسكا إلى ليان وحيسن أقول إن حلال تهي إن إسن حللين وحيسن أقول إن حرام تهي إسن حربين ضدكنا إسن منقيل يوذا ذا بني إسن راسنين سمالذو تذكر وحي وقد وانتهي يقول ماذا يحامذو ذو وحيالا بذن ودينت الضروريات كوايقان يقول ماذا دينت وحي وقد حلمك علم ضروري هو قف والباب يقانو هي علم خاص وعلم ذا أي تقانو سمالي ذا عالم كهدي اللي يراهدو عوامتو ذا تدك عام ذا تدك أقو أقوام بضموهاي سواتو دروسي دقيستان تفاسيرتي مقلان محاضرات كي يقانين هدو بحديث هي آياد الأخرى إسكنافي نمان كي عام ذا هانجري من هاج كي انتي إسكسوا فارسان اي دوشة كقبنجري مركزي دياتك يا أسنانتو يا وحاس ولا سووا كتاب آخر جن يدوشة كقبل جرين هذا حديث يا آيات قف كذي الله فسره ووح بدن تفسيرك يا حديث محاضرات كل يجسته قف علم لغود بدنه وما أنت ماركي سايو قبنا يا سادرت سمعلا ذا إم بدن جاهل لقى معهم مسائل بدن أي قانين أما الربادي أما كان أما كان أما كان أما ما أنت ماركي سايو جورك أنولق اللهين أما وحيالس أو يكب حين حديثي أي قرن عيان أي هدو وذات قيل لور هذا السنة وذات إيل لي تامرك حكومة ترس وقيل وذات كور هذا الحكومة ترس حج إلهي إن أتكاه ستنبا وحكو ترس مركا تحليلك يتحرمك وديانو حديث كان هدي أو يرقفك شبهاتك كل حرامت وكل عيا قفك حرامت وقصت وبرر محد ملين الدين لأنواي إلهي مركهنا كوري بارك الله فيك جزا الله فضيلة شيخ الدكتور أحمد إلهي سبحانه وتعالى كابا المريو طبعا إن وقفك وحلاله وحن بحلالة وحن بحارانة وحأسل وعلمك شرعك بريهان دنبنا علمك وحن نقض علم اللي حوك صده قف بقفك وكاستعمال عقية هاي انترنتك جوجل كون بقدريا كدي نوح الغيابة هذا شيخ فضودين لك إنه مركها وسكت ضبط قاله موضوع عس إنه كدي جينا لو ما حربنا إنا نتلمع أهمية العلم الشرعي قفك علمك ماش الله قاتي إنه كقاتو وصوشي علم وكتجنانا إنه قفك وكرر هذه أقانته معنو دينا شيخ علم سنو حنسينا إن شاء الله سبحانه وتعالى تيهر مقدمة أهيد أفر دقيقة نسي فضيلته مشكورا وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفك مسلم كيه إنه أهو قان سمو دين تيسو وحا أي أمر يسو أو نغضو قف أي قبطو أما أوقبطو حكم كشرعي كيه بنين يا حارات مين به وحي مرخاتي أطه قفك أسلابتي سئلوا إيمان إنه كجرو قفك هدي وضعيفة إيمان كلابتي سه كجرا هدي وضعيفة نصوص بدن ولا جد الأخرية وحفر بدن معنى بدن محيط ولا أمسى ما يسوع وحن قفك مؤمن كأكوه جامين إياه إنه يراه ذو وورد إلهي وورد النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماء ذيبا أرن كان هلكا دكتي وحوغا استاغا يا يو دب اوغا نقونا يا وحويا هدب إيمان كيسا يا يقين كيسا قلبي كيسا فرديا
إلهي سبحانه وتعالى النبي جنبه صلى الله عليه وسلم مال دروكسن أي علم قديم علم شرعي مال دروكسن أي دجان قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هل كاسو إلهي دغ سبحانه وتعالى إلهي إنه إسقو كم ركعي إلى حق لغو عابدا إلهي مويان إله كلينا نجرين ملائكة نتداسي كم مرخات كعين وحو إلهي كل رأو كسدحي عد كذلك قرتي مركع قاضي وأولو العلم أي إلهي سبحانه وتعالى علمي وحيها الكتاب والسنة دكي أصاحبكها يقول مرقا أي كعين أي إلهي سبحانه وتعالى إلهينا الدرجة ذكرب أقاضي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات دولك إيمانك لقاها لي أصحاب العلم شرعي أهلهنا إلهي الدرجة ينكو ذكر أي كيال سبحانه وتعالى قفك وحانو قرنين إنو اسكم مقيقه حول آنو قرنين إنو فروه فتوى أنو دليشة ذهينين إنو إساقو فتوى ذا أما فافيو أما أوقيل إساقو أراد سدو أما أونلوشي سميل دبعسن إساقو أول الرادين إنو ويد أنو أصل كذا إيا أصل كذا دينيد ميل أنو كوغين إنو قاتنا إلهي واكين نقول ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وحاند أقوان أولهين حدح جباح مرق مقلق أرق قلبك انت بيوم القيامة ولا إسويدين دونا وحاد سمين يسيد قولك آد كل دقاق يسيد فعلك آد لإيمان يسيد انت بإسك هبسو وهكو دقدقين حوشاذون ياني نقون دين تاذون ياني كل من وعلى الله قيل وقال ياني كاغدعين عيد آد آمن سنتهي علم شرعيو كابضان إنو هيو عيد آد كتوهن سنتهي عبسي إلهي إنو كموقاتو عيد آدو أكتهي حلال ميراتو إنو ليهي ظروف تاذا يزمن كييو حوش آد كجرتنا أقون أوله أفرتات المامود قفك آد كهشد با دينت إلهي ويديسا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب ما سميهين دولك أقونت له يكوى آن أقونت لهيني ما يا رب ومسل نويانو وسؤال وجوابت ذينك إن لو دايي وحا حصوص تقاته وحسك وعدك يدينت وكدوحا دولك عقلك صاحبك أوله إن دير قرطادة أفكينا وإنو كن راهنو ودولك علمك علوم تاشرعك هيو وينبول الله سبحانه وتعالى نبيين إن أرنك وإنو شاك صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلهي خير لدونو دينتو فهنسيا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحائذين خير بذن إذنك وحا إذنك خير بذن كينا علمك كينا قرآن كبرته داتك نمحوته لي أدقى مركا مادام حلاشي حارانتي هلكا وشاغدو أحمد طاهر أدقى علمك شرعي وهمية دولينا هنا نصوصت وإنوغو سو أرورتي انتا صور لنبا وحا كسي دروكسن وار إله دوم بين النحي آخرة دوم بين النحي إنك يو إلهي إنا نساسيقنا آخرة ما أهئ حلال ميرتنا هينو كدر سن نلشينا وحد يجر قف كستو إنك مذيها إيغو ورميشن ميشي أن كبت باذي لها متهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزا الله شيخ ألمس طبعا اسنو صوك ببارك الله فيك لماذا كلمة دوت أي لماذا الشيخ إساقا دوان مرين وإسكبيان سي أن أغسو دعنه قيبت إيضو براكتيكال كاي نلاشين لحريرتا كسب كسي سبا أما قفك مركا أو وحصاد عسانة رزقي سأصاد عسانة وحقوبة هاي هاي إن أو سيدة صحة أراديو ضدنا ضدكو حالا مقلي حالا الشقيست مركا الشقيستان تشقاول بمقابان كرتا مسا مقابان كرتا يودا مسا إيشا
idinka aad keenay doontaan qayb kamid ay tahay laakiin bal dulmarahan bal sheekh ishaaq arinka hoob buu xafali tafadhal fadilatu mashkura alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ama ba'd waxaan xusuusinayaa walaalayaal kasabka طيب أما حلاش ومعنى شيء آدي آد مهم ويدين تنظر إسلامك وحاكوحرا إنه إلهي سبحانه وتعالى الجنة ذي سيقشت دي آد حلال عنتك وكسب كاذو النوضو كسب طيب وحاكوحرا إن إلهي سبحانه وتعالى الدعاء هذا وكا أقبله وحاكوحرا إله سبحانه وتعالى إن أهل كذا يو معنا أولاد هذا وكو بركيو نبي صلى الله عليه وسلم حديث باوحو يرادي يا أيها الناس دديهو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إله سبحانه وتعالى والله طيب من أقبل أيو إلا معناها وح طيب وهو ناقص وحلال موقي إله سبحانه وتعالى وحكلا ما أقبل أيو وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله سبحانه وتعالى وحو مؤمنين تفري وحي معناها فري مرسلين تا أيو فري أو أمر كسي مرسلين تمرك محال فري يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وحال وير رسول شاء الله سبحانه وتعالى وحد عنتان حلال عنا أي الوير كلوا من الطيبات واعملوا صالحا مركا وحن مأمورين نهاية إله سبحانه وتعالى والنفري إن عن معناها عنا وحلالة مركوا مهم ولا ليال إن قفل بؤن نقمد دمانتين عن سكأكنو حقو وحكاسو قلايا وحكسو قلايا وحاد عنيسي حقو معناها كاسو قلايا الشيطان كا وحال يروحو معناها كفكرة يا أوبسي إن كسب كاضع وحلال نغضو مركا وحي كقضال وحال الله وحد دونت السماء عبادة كستة معناها سمي صون وحكو فرحة يا مالين تهد معناها شيء حاران قد عنتد وكسب كادي ومعناها النقضة كسب مقرانيسا عن الحلال اهين والنقضة الشيطان كإنتاسي ايا وحي تاي قول كيسا كقدال هدي قد قرستي وحد كو قرسانيسا حرام هدي قد مقرانيسا حج قد قدين وحد قديسا حج كادي وحاران وعلى الوحي مركا عباده أتسمي سيء قدام به الشيطان كم مركا أسجى شقدي سماها ما دام مربو معناها كسب كادي يوحي أد معناها قوتي أد كسبتي والنقضي معناها شيء حرام والنقضي ملكا ومهم إن معناها النقض كسبك يوحى أن كسبنا إنه شيء مقرن يسا حلال إن النقض مهم حلاشنا الدين تنظم معناها واحد حديث كي أول ريو الشيخ وحسوسي حلاشنا واحد حرانتنا معناها دين تواعد ديسي سلاسة كلي مركا قفكو وإن معناها اسكفيري واسكفوبي والشيطان إيو هوا إيو أينو كوقادين واسكفيري ديد وحاكو سو قلايا إيو إنكم كا إيو وحا أدعوني سيد حقوي ومعناها كاسو قلايا سيد أد معناها آخر ذادي إيو الدنيا ذادي بعد أقول لي بانتيت وبالله توفيق شيخ إسحاق وصاك مسألة إلهي سبحانه وتعالى بركة لكن مسائله بركة ديتيل كا أما فهمت الله سيدا دعاء يحبذن عضان ضانا إن شاء الله مسائله أقول بذن كسبك إحلاشة إحرامتة ماشاء أقول بذن وحيكتي ماذا أما وحيابها أقول بذن ليسوي دي والربا ذو آدي الله جابقه أو دين تنا آدي الله جدكتي وقتي وحال مريا سدي هباس كيو كله الربا ذو أيتهاي وقف كأنا يتابع على الأقل إياه أو كر وكعسان أي سنك يكجلس وحنودين يا شيخ يوسف أحمد إن أو إن ير إنه إفتيمي فضيلته مشكورة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد رب سبحانه وتعالى توفيض الله نوافتيه حلاشك وقوطة وحاران تكفق هذا إله نقده سبحانه وتعالى وحيالها حارانتا كسقنا ذا كتابك إلهي سنة النبي أن عليه الصلاة والسلام إجماع أمد إسلام علماء إسلام وحاكمده ربادة أيها كمده ربادة
erga luqada carabiga ahi waxaa laga keenay ziyado iyo batsash in maratay min arriba wama ataytum min riban liyarbuwa fi amwaali nnaas fala yarbuu cinda allah ilaahay sidau yidhi subxaana wa tacaala annamaa wa ziyaada waxaa dadku adduunyo doon iyo xoolo doon daraaddeeda ayaa asalka maaragtay ribadu ku dhisan tahay luqada scandinavianka reenta la yidhaahda ribada af soomaaliga waxaa lagu fasiray lagu soomaaliyeeyey dursaar waa la yidhaahday faa'idatu lfaa'idana waa la yidhi laakiin waa khasaaratu lkhasaara faa'ida faa'ida maaha waa khasaara oo khasaara yamxaqu llaahu riba wayurbi sadaqaat ilaahay baa yidhi yamxaqu llaahu riba wayurbi sadaqaat ilaahay subxaana wa tacaala ribada barakaduu ka qaadaa jala wacalaa sadaqa qofka dhibaataysan baahan saboolka ah cayrta ah in waxa lagu sadaqaystaa loogu tala galay laakiin in dhiiggiisa ma garanaysaa la nuugo ama laga siibto ama dusha laga sii saaro waxa uusan awood u lahayn looguma talagelin laakiin sistamka ribad muxuu ku dhisan yahay nin kici waayey oo dhibaataysan oo sabool ah in saboolnimada laysii kordhiyo oo ma garanaysaa dhiig miirad lagu noqdo oo ayaa ku dhisan tahay ribadu caqliga way ka fogt shareecadana way ka fogt naxariistana way ka fogt ribadu saan sheegnay aayadaha ku soo degtay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala fara badan khaasatan aayaadka suuratu lbaqara u dambeeya ilaahay subxaana wa tacaala ribada ayuu ku soo dejiyey wuxuu ilaahay sheegay xumida ay leedahay wuxuu sheegay khatarta ay leedahay wuxuu sheegay sidaa uu ciqaabayo wuxuu sheegay ribada inuusan barakaynaynin alladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shayaanu min almas ilaa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qur-aanku sheegay kooxda maa ribada cuna yaakuluuna riba mudaarica fiiri yadullu cala tajadud walistimraar inay ribadu jiri doonto waa ayaddu tilmaamaysa ribada dadka cunaya oo cunid keliya oo lalaqo ma ah akliga luqada carabiga isticmaalko dhan baa loo jeedaa ha la labisto guri ha laga dhisto dhulka ha laga guglado gawaari ha laga iibsado waxa weeyaan raashin ahaan ha loo cuno waxa weeye waa isticmaalkeeda dhammaanteed ilaah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay maalinta qiyaamada marka la imaanayo dadka kale inay ka duwan yihiin waxay u imaanayaan maalinta qiyaamada ayagoo calooshu weynaatay sidii qof tal ah ama cabsan ama daroogaysan dhacdhacaya ayay imaanayaan wa haadihi calaamatun min calaamaati almuraabiin dadka ribada cuna calaamadood bay ka mid tahay calaamooyinka rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tusay xabaasha sida loogu cadaabayo dadka maaragtay reentada iyo ribada iyo dadka dhiiggooda maaragtay nuugo ka jiita nabiga waxaa lagu tusay xabaasha sida xadiiska ku soo aroray saxiixa imaam bukhaari saxiixu ku soo wariyey xadiiska samurata ibnu jundab inuu maaragtay qofka reentada cunaa ama ribada inuu asagoo ku jira webi oo dhiig ah marka webiga dhiigga uu dabaalanayo webiga dhiigga ah waa dhiigga uu dadka ka nuugi jiray weeyaan masaakiinta ayuu dabaalanayaa markaasuu doonayaa webiga dhiigga inuu ka soo baxo markuu dhiigga webiga kasoo dhawaado daanta usoo dhawaadoba afkuu kala qaadayaa faqarafaahu rasuulku yidhi afkuu kala qaadayaa nin baa taagan daanto markaasuu dhagax afka u gelinayaa dibba ugu celinayaa meeshuu ka yimid saas buu ku jiraya ilaa alqiyaama la gaarayo xabaasha ayaa lagu ciqaabayaa rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam xaadiisiisa waxa weeyaan waxaa ku soo ar waxaad looga naxo ribadu inay tahay ribadu qaybo fara badan bay u qaybsantaa waxay u qaybsamaysaa maanta ugu khatarsan dhaqaalaha dowliga ah iyo dowladaha ayay u noqotay ribadu aasaas u noqotay waxa weeyaan riba duwal dhaqaalaha in laga sifeeyo xadiiska uu sheegay sheekh cali nabiga waxay ka mid tahay calaama min calaamaati nubuwa ee nabigu uu sheegay ribadu inay faafi doonto akhru zamanka qofkii aan toos u cuninin inay magaranaysaa habaaskeeda iyo boorkeeda qiiqeeda ay ku soo baxayaan maanta sistamkan iyo nidaamka ka jira adduunka ee caalamiga ahi aasaaskiisu wuxuu ku qatomaa ribada ayuu ku dhisan yahay ama reenta ayuu ku dhisan yahay si looga saafi gareeyana aad bay u adagtay riba duwal ee banuugta world bank oo adduunka aad arkaysid maarata dowladaha masaakiinta intuu dulsaar dusha ka saaro oo ribad dhex geliyo
ayuu ku alwa adoonsanaya dawladaha waaweyn umadaha dhaqaalahoodi iyo energy-goodi iyo wax soo saarkoodi iyo xooggoodi waxyaalaha dawladuhu adduunyada lagu adoonsado umadaha ay ka mid oo caalamka dhibka haysata ayay maanta ribadu ka mid tahay waxa la yiraahdo ribadu waxyaalaha ay maaragtay khatarta ay ku leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu nooga digay qur-aankuna uu ka digay waxay tahay dulmiga ugu weyn oo insaanku uu galo insaan kale ka galo ayay ribadu ayay tahay maarta ilaah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaah wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'dhanuu bixarbin min allaahi warasuuli dadka ilaahay rumeeyow soo mu'mineen ma tihin wadaruu maa baqiya min arriba faraha ka qaada wixii riba ah waqta ayaadku soo deganayaan wixii ka horreeya ilaah waa dhaafayaa laakiin waxay laga bilaabo iminka waxa weeyaan bag cusub bilaaba fain lam tafcaluu arrinka haddaad samayn weydiin ee riba aad ku dhaqantiin ee xoolaha aad ku kala dhacdiin fa'dhanuu bixarbin min allaahi warasuulih ilaahay iyo rasuulkiis dagaalkooda u diyaar garooba ma ilaah baanu la dagaalami karaynaa ma rasuulkaanu la dagaalami karaynaa بارك الله فيكم مسألة خطرة مسألة الربا إن قيمة فربان بيلا هذا هي ربا الفض والربا النسيئة والربا الديون والربا الزيادة نرشا تغلغلت في الحياة لكن شيء على وحوي يري وقتي وكادع أنا هنا هذا كمان جوشي جزا الله شيخ يوسف آد بورنت أوفه فهي وحنوم علينا قواعدا علماء هذا إذا جينا يان سؤالها آد كيني دونتان وحبضن أو يحالوا ينوبهم بعلماء صهر مريان رنها أنت قف كمؤمن كأه وحابها وكوبة بعد يوحى كم إذا هل مان سين كرا رنها أنت إن وكل حرام عمل كيس أو صوبنا العمل الصالح أو دوما بمن قن كرا أن لا يهاي شغب طلحة إسنها كسر دواد إن شاء الله أفرتي صدقيق بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد كسبك يا إن لا شق يستو علماء وحيت المامين إن لقفوا قادوا حرامتا وحندون يا إن دور قضب أن لو ذاق ولا لها أو سيدة ذبا إن لا شق يستو waa shay waa matlab diini ah weeye waana cifada iyo dhowrsoonaanta qofka sharaftiisa uu ku ilaalinayo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waa mid kale gacanta sarraysa ayaa ka khayr badan midda wax baryaysa ee hoos dhiganaysa waxaa ka khayr badan midda wax bixinaysa sida oo kale xadiis saxiix ah ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii ay qiyaamo dhacayso oo qof idinka idinka mida uu gacanta ku hayo laan yar oo midho soo saaraysa ama waxa la midka ah ha tallaalo yuusan ka tegin hadda qiyaamadiibaa xagga ka soo dhacaysa shaqada iyo camalku muhiimadda ay leedahay bay idin tusinaysaa sidaasoo kale nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu yidhi qof idinka idinka mida in uu duurka aado oo markaa uu soo xaaba gurto oo markaa uu suuqa geeyo oo iibiyo waa xaabo iyo caday ayaa uga khayr badan in uu dadka wax weydiisto in la siiyana way dhici kartaa in loo diidana way dhici kartaa xataa mas'alada iyo baryada iyo su'aasha uu nabigu meel adag geeyey sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qiyaamo wuxuu imaan doonaa qofka shaqaysan kara kadibna dadka barya qiyaamo wuxuu imaan doonaa isagoo wejigiisu wax hilibaba ku oolin waxaa intaa dheer oo cajiiba sideedaba shaqadu waa horumar iyo taqadum waxaad noloshaada aad gaadhsiinaysaa reerkaaga iyo carruurtaada
iyo cida aad mas-uulka ka tahay ummadda ayaad masaakiinta iyo fuqarada ayaad ku gaarsiinaysaa sadaqada iyo waxa la midka ah nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam kaana ya'kulu min camali yadihi waa uu shaqaysan jiray qur'aankana sidaasuu ilaahay ku tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala ummaddii naga horreysay ee aanu soo diinta ka soo dhaxalay asmaa baa la siiyey hebel waa kabatole hebel xadaabaad arkaysaa hebel waa xadaad waa birtume hebel sakhtiyaani waxaasoo dhan waa nisbo loo nisbaynayo asaga shaqadiisii iyo camalkiisii waxaan ku soo aruurinayaa kuna soo gebagebaynayaa nabi muxamed sala allahu caleyh wasalam siiradiisa waanu aragnaye xaggay hooyadee khadiijo ay iska barteen tijaaro ay u dhiibatay ayuu ahaa haddii intaa laga tagana hooyadeen khadiija waxay ahayd gabar tijaaraysata haddii hoos loo soo dhaadhaco haddaad fiiriso saxaabada waaweyn ka abibakar waa cumar waa cuhmaan waa cabdiraxmaan bin cawf iyo keyrkoodba waxay ahaayeen dad shaqaysta dhallinyarada waxaan ku dhiirigelin gabdho iyo wiilalba inaynan baryootamin caydhna u fadhiisanin oo ay noqdaan dad shaqaysta xooggoodana la soo baxa markaasay cizo iyo sharaf gaari doonaan culummaduna mawaadiicda ay ka hadleen waxay ahayd shaqadaa shaqaysa lagu yidhi inaad ka dheerayso xaaraanta kuu diidi karta in ducadaada la aqbalo kuu diidi karta inaad naar gasho kuu sababi karta in barakada laga qaadana kuu sababi karta wa ilaa asalka shaqada xalaasha ah waa mid laysku dhiirigelinayo hada wabilaahi tawfiiq wallahu aclam jazaahu llahu khayran ilaahay subxaanah wa tacala ha ka abaalmariyo su-aalihii baanu furi doonaa laakiin waxaan jeclaan lahaa sheekh maxamed xuseen wehliye laba daqiiqo waa laba daqiiqo dowrka almaraakis alislaamiya ay ka gudan karaan in mujtamaca oo bulshada ay towciyeeyaan ay u kala caddeeyaan xalaal iyo xaaraam iyo ahmiyadda arrinkaas uu leeyahay waxaa iska leh sheekh maxamed xuseen wehliye laba daqiiqo baarakallah fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبا دقيقة سفر دير حتى ولا وتر يا شيخ علي ولا لهي وحلق هضلايو وموضوع حقيقة هدان صومالين هاي waa la soo qaxay waxa na qaxiyey waa xaaraan xalaal laguma qaxo xalaal waa nabad dhibtana haysataa waxay nagu haysataa xalaal ma ahay waa xaaraan dhallinyarteenni hadday dibad joogto dhibta haysataa waxay ku haysataa waa xaaraan xalaal kuma haysato way xalaali meeshay gashaa waxa yaal waa nabad waxa yaal waa barwaaqo waxa yaal waa isjeclaan intii fara laguma haayo maraakista hadday waddanka gudihiisa joogto hadday gudaha dibadda joogto ummaddan waayo fahamna waa shay waa naqaan waa aaminsannahay xaaraan inay jirto laakiin ma fahamsanin waayo waa la soo qaxay shan iyo labaatan sano soddon sano ku dhowna ayadiyaa laga shaqayn nabadaa la rabaa sharaf inay soo noqotaa la rabaa laysku duumaa la rabaa wallaahi inaan lahayn waddadeedina ma hayn war xalaashu waa caddahay xaaraan waa caddahay marka lagu yidhi wixii kuu cad maxaan loo kala caddaysan laayah shan iyo labaatan sano ummad naga qur-aan badan ma lah qur-aan xaaraan iyo xalaal waa kuu kala saaray war xaaraan maxaal ilaahay xikmada u sameeyey maxay tahay waa thawaabta iyo ciqaabta ilaahay waxay ku dhacda waa xalaal iyo xaaraan waayo qiimahaba ma imaanay hadday xaaraan jirin waayo bini aadanka xalaal iyo xaaraan aaminsin waa laba waa yuhuudda iyo muslimiinta reer yuhuuda hadda waa yuhuud muslim ma ah yaa gabar saxafiyada gurigooda ku soo siyaaratay
شكل اللي هذا الشكل اللي قال هذا كله والله وأكدوه وعلى ويدي ما تقاني تري هبل يهبل يهبل وح أترس وح بنور ديلو عانا وح هسا هل حبك من يقان قال ما ومسلمة قبضي وح ليري أذيع صاحبي هول كلا لقى هذلي ما يتري وح وح سوق تكنا وجور هذا وقال مسلمة قال كل ليس كاس كواس متطرفين توي هو حجرة ما أنا وحبو آمن زية أذيع هذا ذبيح آمن سنتا حاران إني حاران هذا آمن سنتا هذا أنا وات سمين هذا أنا مسجد كوالا جنبوها هل صفا الوجرة إلى حكي سالوجة ذا الله أكبر لله ومع ذلك أنا حاران ولا جنبه الله ولا له علماء عامة هذا الله سقرب قبل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حاران اسمه استاجن كلجي إلى أو هله سلك ماله ولا قاله أنصار إلهي أبحي حاران تشرك مركز وكتخلص صلى الله عليه وسلم ضد كين الدعوة يؤميه والله قلب تويل دنا يردك كم إذا خير الله سيهد وجهي سواهل مامي لكن كلمة عجيبة قلبي مل واي مال له تنشيخ وصوماليا تقي ومد سيد دعوة وقبها انتها قذا يدبت با روحي روح المدي إلا سما مؤتمر كانوا كلا ودنك إن شاء الله تعالى مرك ولا لهي مراكستا مالكستا أجوكتان لقيه نفور علمي ددك ومن حل هرقيو سيد الدعوة وقار لهيد لو كرسار لها لو فهم سين لها حلال إيحاران أيقو يقال لك فهمك النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين جزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاه الله خيرا شيخ محمد رنتي كلمة هلكي الربي وكلمة أقولتك إلهي سبحانه وتعالى هوا فجي دكتور عبد الباسط طبعا ما أنت حلالي حرام بلغها الله يا سؤال بضان وإيمان دونان وحدنا مودة أمضوا إني سيئو كالدات سنتها ملوبة هي مجمع فقية الصومالي لذا هاي أم يوروبي أمريكا كهر جلا سؤالها صن نقضة مالك صورية أبحاث كذا له دراسات كذا له بالدكتور كسردو بارك الله فيك سد حد دقيق بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شان ذي علمي ذكر هيد مشي فرساء مرشع علي بلاش بيقول صور لحيي مرتوا حنا من سنة يعني مرتوا نجمع من سنة أنا صومالي دت جيران لهاي ودت علماء عن هاي dad qiimo leh aan lahayn marka su'aasha ka jawaabna fil laga yeeyaba inaan wixii aan rabno aan sameyn karo anuu han qaba ama ana misalahay maanta adduunku sax masajid aan naga ka buuxno meel baan naga taagan laakiin waxaan nahay lama arko culimadeenuna wax yihiin lama arko sababtoo ah adduunka dadka waxa qiimeeya culimada waxa qiimeeya dadkoodu hadii mujtamaa uu san dadkiisi culimadiisi dadana waxaan u jiro culimaha oo aqoon badan leh oo xufaada وفقهاء وذباء وقرالة وحب البلاء لكن دل ملا طل ملا طلكم حمولة جدا كي هو سماه معنا الصومالي وح أيدي علماء ذو قيمين يا ملا وحليا بهذا ويل يرو شني تمجرا لو تجرا عربه دون نوي ما ذو أنا قد لا صفونا كشنا يا إذا قد لا وصع بين إنسان علماء ذي نوافر دساء وحسن نجا كمسيولة تكلتو فقه يعني شافعها ولا طوريو فتاوى عربي ميلان نوغت ميدان محال ومدان واخرنا سوماليا مركات قدالو فيرسو مدارس وحا كجرتي اذو قيمة بضان بار دير فقه بالقو برنجري ورشيخ حمر دينصور بيدبو قلنقول بربرا سوماليا ميلان بضان باقصو رك بضان ومحال منهاج كوركاية وحال ليش يا شيخ علي السوفي رحمة الله عليه inu ku arkay masaayidkii uu yimid baydhabani kii daagareed ani baydhaba ka yimid hadduu yaala dhin sheekh waa tolku istaagmanaya oo shaadiye korka xidisan dad badan oo culimaana la jooga hadda yurub dad badan oo minhaajka korka haya xaafadaha jooga masaajidada looma ogola murtaqiyadka looma ogola anoo kale to imaamad baan xirtaa dad hortaagan marka problemkaas anagu haysta ummaduna hadii aanay dadkeeda qiimeyn ma in sheegay ay nabadaan waxaan u tagay nin arabo khayrni adu qiimo badan maktabadu wuxuu fadhiyaa aad moodayso 20 gaari in lagu raray buu ka soo jeeda waan la sheekaystay waan qirtay maxaan lahaayo
لكن أستاذ طلبوا ليه وحالي لي أذيك أنك مشاركة بحنينا وحنوص وصار مركان شاكي سنة واقر تي مقلب ميزة وحان اسكادي قي قفا هذا ابتدائي أنك صوب بحن وحان اسكادي قي قفا هذا ابتدائي بريمير أدقان آيو ساتم حايا لي أسو تطبو يا شي مركان اللي بعتضى أنك نيستوى حويان أنك علماء ذي نحقرين أنك دفك يعني حقرين أنك دفك يعني قيمه لقرين أنك نوحو أقلين هدي أنك سيدا أنا نقونين وعلماء ذي أنا احترامين وأنا نسو دوينين وأنا منابرت أنا أفرم وحما قبصن كرو دبكوية دبا ها وحان قصوا ختمية قبر صوم عليها دوري دي هرمو صوم شقيستي دور لقنا كو هذا الشيء ما شاد خيارة بان مالي إيش يكيسي وحي يقول تري عبد الباس دو إذن كم حلو هاي صوم عليه إذن كم بايس عرعير سرية إذن كم بايس دبت هذا هبه هبه البوكو تاغيه فما وحي تي في دان في رسالة عف عربي الواتقانا ما قالوا علماء إسلام كو حيتري قبل والفلان بوكيمد عرب بوكيمد إذن كم حلو إذن كم بايس ميلاه اسكو عير سرية أدون كم حاد كتين مركا وحنكو جواب ما هينكر صوت حويان وحجي يقول تاغيه واي مركا وحن قوا حتى هذه واحدة لقى في رواية 4.5 نوو قيبية حتى تعلموا أقولوا حليه وسد حيبا وحقاضنا يكون هتسامك مجرانا حتى وحنا عصلها وهذا نفتو هذه حتى اللي يرادو ب 4.5 نوو قيبية كو حوق اللي حقها تام كو بدن كو هذا هالحل عضو نحاسيا سوي وحنا نوقها قال جزاكم الله خير حديث هذه 4.5 نوو قيبية بعد ما هذا حديث بارك الله فيك جزاه الله خيرا شيخ سلطان ذكى إسكالة موباهن هاي change بدل موباهن هاي already صدّن سنة لجوسي دوي هاي عندنا مودا في فلك يسبحون ما رونا مركّكوا ريجن لبض دقيقة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هرتا إن شاء الله خير بدن باكرة jaliyada hadba wax ka bedelay ama ka muuqda Soomaalida kamida marka horta dad jira waynu nahay meel sanan waan tiksanayna insha Allah inaan soconno waan jecelahay intana waxa lagu soo gaaray dadka ku badbaadeen waa culimadaasi oo la dadaalay Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalkoodaasi arinta bedelka ah waxaan ogaanay walaalayaal isbedelku waa shay shayal ka sugan ee adduunyada ka jiro jiritaanka kamid yahay wax isbedel ku dhici ma jiro adigu hadda sawirkaaga yaraantii iyo maanta isku mid ma ihid knowledge ka maanta socda iyo kiita aad soo barateena wax badan ba iska bedelay sida darteed diinta waxa loo soo tijiyay in aan dhaqankeena bedelno isbedelka hadduu na jirin diinta lama soo tijiyeen akhlaaqda xun waxa la inooga reebaya akhlaaqda fiicana waxa la idoon faraya in aan tan wanaagsan xaqeeda u durugno oo isku bedelno tan xun aan isku bedelno marka maxaa dowrka ciyaarta harta wax laga hadli kan isbedel ma loo baahan yahay waa loo baahan yahay oo biyo haday fadhiyaan way qurmaan janada dadka lagu raaxeynay waxa la biyaha way dareeraan wabiyalka hoos socona way dareeyaan wixii socday isbedel leh ayaa quruxda iyo wanaaga keena marka hadda hadii aynu labada daqiiqo ama hal daqiiqo mid baba baxistan maleenayaa aynu wax ka sheegno akhir habiib halka waxaad u fadhiday inaad iimaan leedahay oo Allah taqaano hadii aad ogtahay rasmigu inuu yahay xaqiiqada dhabtii inaad Allah isu taagay subhanahu wa ta'ala sida xarabka lagu dhiftay dad badan markay riba iyo wax lamida ay galayaan oo qoon la'aan uma geyso iyo xoolo iyo waxa u geeyo hawo iyo xoolo jacayl hawo maxarka lagu daweeyaa ibn rajab sida uu leeyahay hawo lagu ma daweeyo cilmi in lagu baro tii waa taqaana waxa lagu daweeyaa itaqillah taqwada in lagu baro marka hadaad rumaysan tahay xaqiiqad ogtahay markay baash walka gaadhey qalaad isur taagto oo qof kastiba alla la hadli doona sida xadiiskii cadi oo cid tarjumaad in kale jirin maxaa lagu weydiintoona waxa lagu weydiintoona xoolahaaga meesha aad ka keentay iyo meesha aad ku bixisay waxaad kala saartaa barar bararay oo cudur ah iyo caafimaad baashan ribadi iyo xaraantu xaqiiqada iyo iimaanka iyo yoolka aad u socotay ayay ka dhumineysaa marka markaad bararto hadda aad maqleysiin qofka xabaasha la keenayo qiyaamada isagoo qaabkaasi u bararsan baa la keenaya isagoo dhiig cabaya la keenaya macnaa waxa weeyaan inaad kala saarto xaqiiqada ogaato oo tiraahdo ma yahay xaqiiqa inaad dhimanayso alle isu taageyso lagu soo idin doona inay sunta markaad ilaahay khilaas wuxuu caabido nabigana aad raad calayhi salaatu wasalaam maxaa tayo u yeelaya oo camalkaaga kicinayaa inaad wax xalaal cunto weeyi
marka hadaan rabto waxa jira xamal sameeyaysay inuu wax tayalo socdo oo noqdo weena markaasi aad daacadi aad waxan jira aad madka sameeyaysa aad markaasi aad xalaash aad qoodataa toobada lagu sheegay haday jira way furanta hatta waxa akhribada la soo gaaray ta culimada waxay yiraahdeen qofku markuu dambi galo oo sharciiga la keeno dambiga lagu qaadaya aw sharci haddu xukunka u daji shayal waxa jira qofka xitaa la yiri wixii uu sameeyay waxba looga naxariisanaya masalan ribada oo kale qofkii riba ku dhahay waxa la dhahay waxa leedihiin walakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun qofkii budcad ku dhaqaaqay waxa haduu is soo dhiibo dilka laga badbaadinaya waxyaalihii kuwan loo googeynayay isaga laga badbaadinaya halka waxayaan dib wixii u shaqeynaysa marka hadii aad shayalkan xaraanta ee dhunta maraya oo hadda halkaad maqlaysiin culimadu waxay yiraahdeen qofku haduu xaraan cuno qalbiga ka jecel yahay inuu cibaado sameeyo xubnaha diidaya haduu xalaasha cunana isaga oo daalan ayay xubnihiisu si otomaatika ay ugu dirmayaan daacada ugu dirmayaan marka isbeddelka loo baahan yahay waxa weeye inaynu diinta dib ugu noqono akhlaaqda inaan kordhino inaynu iimaankiina kordhino tan oo kale inaan u fadhino adigu markaad xisaabiso hadda rag baad hadda maanta dhistay guryo badan dhistay ama xoolo dowladaha qaataan ama ribaha qaataan mise ku keentaane laakiin intay noolaadeen rag badan baa guryo dhistay oo intay dhul gateen baad arkaysaa maantana waa ka dhintay su-aashiina waa la aaday halkaasuu aadaya dadna xay waxay ku cunayaan wixiisii iyaga su-aal lagama weydiinayo oo lama dhahayo waxaan idinka waa idin xaraan lama dhahayo xalaal ba iyaga u yihiin isagana xaraan buu ku keenay saa darteed ujeedadu hadda waxa weeye isbeddelku ikhwatii fillaahi waa shayga kale hatee daruuri ah ee loo baahan yahay hadda waxaad u imatood wax u dhegaysanaysaay maa inaad wax iska dhegaysato ee waxa weeyaan inaad kuwa ilaahay au yidhi alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana inaad markaa meeshi wax kala soo baxdo haddaad meeshii kala soo bixin wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma zaynu lcaabid wuxuu leeyahay maanta markaysa maxamed muwaasic maanta markaysa zaynu alquraa qur'aan iyo dikri meel lagu hayaay marnaa kalama ma noqdo marka haddaanad meeshaani caafimaadka iyo waxa aad faa'idaysa haddaanad kala noqonin waxaad ogtay inay khasaaro iyo xujo aad biirsatay aad kala noqonayso marka waxa loo yimid ee darsiga loo qaadanayaaba waa isbeddel wasalaamu calaykum jazaaka allahu khayr ilaahi subxaana wa tacaala ha ka abaalmari kelimadda iyadoo ahamiyaddeeda leh taqiirka noo tilmaanta iyadoo su-aaluhu dadku ay leeyihiin haddana haddaan in yar sii boob waxaan dhihi lahay culumo aada baad mahadsantihiin sida aad noogu baraarujiseen xalaasha aadna nagaga digteen xaaraamta laakiin innagu halka ka waxaanu degannahay muddo 30 sano soomaalidu norway dadka ugu badan weeye meelaha kala duwan ee dadku kala yimaadeen 30 sano waan idin dhegaysanaynay laakiin hadda yararkii way koreen waxbarashay u baahdeen dee sidee wax loo bartaa halkaana lama dhaqaaqi kara haddaanay bahashii haddaan la qaadan culumo guryihii way yaraadeen yararka way koreen maalin walba 20,000 iyo 15,000 ma inaan meel ku tuuraa sideen guri u helaa maxaa xala culumo waxaad tidhaahdeen kan yaa laga shaqeynaya kan ha laga shaqeeyo meelo kala duwan baa laga shaqeeyaa maanta meel walban waxbaa ku jiro culumo maxaa xala waxaan umaleynaa su-aalaha iyaga ka iman doona inay tahay hadday iyagu sheegan waayeen halkaasay su-aaluhu ku eg yihiin culimo wax la weydiin maayo insha allah subxaana wa tacaala macalin muuse insha allah dadka u qaybi baaraka allah fiikum mawduuc yaan laga bixin mar kale yaan la dheereynay midda labaad si aad jawaab u heshid midda saddexaad ra'yiga culimmadana dabcan ra'yi ka duwan da iman kartaa waad heli kartaa oo meel kale wax ka qaadan kartaa laakiin ixtiraamki aan laga bixin baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabdhuhu ama dumarku mikrofoonkooda halkaas u yaalla anagoo u dhowaan kari weyna insha allahu tacaala marka idinkuun baa qaybsan doona haddii abeedmo ragga waxay qoran 6 qof bashiir oo moolde ka yimi baa ugu horeeya isaga ayaan kusoo dhoweynayaa saacaddana waad aragtaan waxaad leedahay 2 daqiiqo insha allah baraka allahu fi waa sida uu sheegay waa bashiir oo moodal ka yimid waa salaaman yihiin culummada 2 qodob baan kusoo koobayaa maadaama daqiiqadu iska yar yihiin waxaa jira culumo qofka hadduu shaqeeyo masalan ba hooyada iyo aabuhu markay shaqeeyaan hadda tamuuniyaashu waxay soo rogeen guri inaan la siin waxaa la leeyahy waa inaad guriga gadataa waa markii tamuuniyaashu ay qaarkood haddii hooyada iyo aabuhu shaqeeyaan waa in ay gataan guri
وأنا كوكس بيهن وجري هذا واللودي ذي مالها عن تنميت and جري هنا دي قفط جرو بهنيا دكتي نجسه هري باكستان تي يا تركي دي وسكا قاتان مركا ودي سوي حكلي ذي إنكوا عشبتي هنا ثمان سنة لبعتن سنة كنتن سنة مركا شوكتان علماء ذوي دي فصيح دونان بيلين ووقت جينا يرولي أنا بقول سنة شوكنا حد علماء ذوي نوفس حد يبير هذين and مدة لبعت and دكتورة هذا قريبنا يي داير تهدا والدك الميس وحدين يا إل شو بتتو كامدة طبعاً كون أو موبايل وقاضي يا وحل اللي هي هل سنة كوبحي لعبكم ما صارنا لكن هدي ألا دافتي دول صار باكو صارن أبي هو وقاضي يا جوري نما قاضن أما بابور بوقاضن يا جوري كل يه واريبو موبايل كينا ووقاضن يا مرشا بلارين تاس نوبل بلاريا جزاك الله خيرا بشير كنت كسنة باكستان قبل لواتن بحر ما اسكت سكتت لواتن كسنة لا كنوات بارك الله فيك شيخ يوسف وسيستمك طبعا على سفي عن موضوع عن ولا صعدة إن لقي ما أذبح الولاية ما دام إنكم كنوا بدنيا هاي تهين أبي هيا الشقي يركوا الشقيان جروا ذهلي كرتان النجا إنسين إن مد يدو ما أركت رنتذو أما با interest sigeed oo fadhiyo shan sano ku bixi lix sano ku bixi mas'alada iyada ah ama guri riba ku qaadan karaad way su'aashayada duuduban bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa loo ogaadaa aad ogaatiin fikrada uu ka dhawaajiyay walka sax weeyaan muddo marka joogtid ba yaani waxa way culimadu banayn doonaan ma aha waxa la sii iimaankaasi yaraanaya dareenki islaam iimaankaasi yaraanaya qofku markuu cusub yahay ee uu yimaado wadanka diin duwan nambarada waa iska ilaaliya waa taxadara markuu muddo sii socdo wuxuu ma garanaysaa iimaankiiba yaranaya ee dhunubtana caynkaas oo rasuulka naga kaleey salaatu salaam markuu sheegay dambiga qof markuu dhaco marka ugu dambeysa wuxuu yiri man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa man lam yastati'u fa bilisani ومن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إيمانك تدخل حقوق تقدرين يا هاي حميدا مركا قعانك قبان ويس عربنا أتكون معارضي ويس قلبك أتكك هان كيهان شوكو سو أرورتو مارت أروروك ليا هداد انت حتى ويدت وذلك وليس وراء ذلك من الإيمان مثل حبة الخردل وكما قال عليه الصلاة والسلام ودك مركا إيمان يسيت ذنوب تقار كذا يا معاصي تقار كذا مركا عرفت حس صورت قال الشوك أنا كقول عود جديد لكن مدة مركا عرفت يد مرت وعادي يوسف يعني والله سيق بسنة يسا وحوي يعني ما أنت مر عذاب بالله بيبا ما أنت ما قرنا يسا شلاتين كوا حلال ما أنت بمرت عاير اسكعون ما أنت قار كذا حارانت واسكع بنانت أهل كتاب ويان آه قريا واسكع عادي ربا لو قادن كرا dadkii wax barasho ma jiraan marka su'aashu waxay tahay maxaa keenay noocaas qofku inuu waxa weeyaan si milmayo weeyaan waa si mayrmaya dadka badan iyo biyaha bamba waa ku hafiyaan marka dambe waxay noqonaysaa waxaan ku cunin waa la cunaa saxmaha waxaan ku cunin baa la cunaa al halal ma halla fi yadik marka waxaan leeyahay jamaa guriyaha lagu qaato ribada lagu qaato iyo lacagaha maaratay wax barashada lagu dhisto lagu dhigto intaba waxay yiin meelaha ugu adag oo dadku ay fikrada kala duwan keenan laakiin waxaad ogaatiin aayadka ribada aan akhriyeynay suuratul baqara dadkay ku soo degtay filan ma qabin waxa weeyaan franchise-koodu ma buuxin filooyi waaweyn ma deganayn gaari ma aysan wadan qofkood ma uusan helaynin habeenkii wuxuu ku casheeyo ريبا غرايسا تيميرير او قفكو او موتسدو ايو خولا كا قباي الهينا وا كا خرمي ما غرايسا ريبدو وو كا خرمي حدي عيد لو بناينايو او ضروره لوغو بناينايو سو كواس كوما حق لهادين مارت وقتي نبينا جوغا عليه الصلاه والسلام نين غاري كلا جيدن وات او فيل دغن او نولوش اسو سارنتahay ايا كورناي وا ضروره ايو مارت وا لغا مارمان ويان رغي نو عاسا هنا ribada waa la xarimo aayadkii quraanka ilaahay ku soo dejiyay subhanahu wa ta'ala marka mas'aladaani waxaan leeyahay hoos anigu maartay u galeyno u baahan hoos ugarkeed waqtiba u baahan yahay laakiin qofka waxa looga baahan yahay inuu taxadaro iska ilaaliyo saaxiiban leeyahay
maartay waxbarashada ku qaatay riba ku qaatay oo guriyo maartay ku iibsaday waxa ka raacay dhibaatooyinka ka raacday ila maanta ay iga sheekeyaan reerii guriyahaas iibsaday dab baa ku kacay waa caruurtu waa kala carreen waa caasi waalidnimo la isu bedelay raayada reerki waa isfureen waxa qaar kood corona foog ayaa isla carad bay isla caradayaan maanta waxa waxbarashadii laftigeedii dadka ku bartay marka uu shaqaystay accountigiisa waxa yeeshay shirkadii lacagta siiday anaga waxaan aqteena CNN baan iraana mart CSN baa bixisa marka accountigaaga ayda maamulanays ninka dhaqaale u soo dhaca qofka iyo maaratay xoolaha uu helo dhambaantood waxba uma soo haraan in badan oo kamid ah ka bacdina inuu isdilay keenta waxyaalaha keena waddankan dadkuna isdilaan waxyaalaha ugu daran weeyaan marka waxaan leeyahay ilaah soo yiri yamxaqu llaahu riba wayurbi sadaqaat weydiiya dadka guryaha ku qaatay markay yimaadeen deynta la siiyo guri dhagasho waxa la yidhaaha jira oo deyn aho dadka la siiyo maxaad ka haysiindhaha maxaa idinsii socday lacagtiiyo malaayiin noqotay baa hartay gurigii maaratay fadhigiina waxba kama harin mana la dareemayo marka masalahaas masalo khatiira weeyaan baaho laakiin haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaahay waxbarashadu kuma xira riba keliya deegaanka guryuhu waxba kuma xira riba keliya wadooyin iyo wasaa'il baa la ayaa furan sharciga waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay qofkii ka baqa wadooyin furan ba ubaray oo u furayaa meel uusan ogeyn baa allaad maartay wax uga bidhaaminaya baraka allahu fiik طبعا حللي هاي هولكي شن دقيقة هرسن لكن ندو ذاك على بري أو يدو قيب ير إيكوبنا دون تنقل لما يستدون كلمة ديرون بانيني ليه لا إن شاء الله سي أنوصو أفجرنا أريمها قريها بريها بواحد دقيه نكسو دعي ري أوسلو قالوا يوغو لغو مقعب غلوبل هاوس قال يها دور سنة كهر بي مسائشة نصوهر ديجان markii niqaashaad aanu la galnay wax badan aanu dhaliilnaan arinay fiqiyan juristically kadibna markii aanu ku diidnay suuqay kala baxeen mudday maqnaayeen kadib iyaga oo abxaath iyo cilmi baaris soo sameeyey jihooyin kala duwan oo fiqiya lana daa'ima meelo kala duwanna la soo kaashaday xoogaa yar dhaqaalena uu soo galay dib nagu soo laabteen system waxay keenay runtii aada u qurux badan oo maanta wax laga raadin karo systemka sida uu shaqeynaya waa sida soo socota waa systemkii alijaara almuntahiya bitamliik oo ah maalan adiga iyo global house baa diilina dhex maraya maalan aniga oo raba guri baan guri soo arkayaa gurigu waxa la leeyahay waa 3 million 2 million 4 million hadda baahideedu inta ay tahay kadib qaliyo aan u tegay waxaan leeyahay guri baan soo arkay qiimihiisu yahay 2 million ama 3 million ama 4 million markaan u sheego iyagu waxay ii shardinayeen 120 inaan la imaado 120ka markaan dhigo anna waxaan dhahay qaybna waxaan ka ahay hantiile oo 20ka baan leeyahay qaybna kiradii wax kaga jira marka laba doorasho ana iska leh doorasho ah in qof kale laga kireeyo haddii 10,000 bisha qofka laga qaaday 2,000 baa account-kii ku soo dhacay 8,000 noqoladiiki baa iska leh ilaa iyaga guriga intiisa kala gaday ama doorasho inaan anigaba dego kadib markii waxaa lagaga kireynayaa qiimaha suuqa oo ah 10,000 markuu yahay aniga marka waxaan hore ku lahaa meesha maxay 120 8,000 umaan bixina inta kale ana iska leh mar kasta oo aan bil kale lacag ku sii darabo lahaanshahaygu wuu sii kordhayaa milkinimadu wuu sii kordhaysaa haddii ay dhacdo xaalad icsaar u yimaado oo aan bixin waayo waa laygala wareegayaa guriga waa la biicinayaa intii iga gashay iyo wixii soo fuulayna waan leeyahay halkaana wax riba marka ma laha systemkaas walaaluhu waxaa hortaagnaa dhaqaale u baahan yahay liquidity aad u badan buu u baahan yahay bunug badan bay la shaqeeyeen hadday dhaqaalihii soo helaan systemkoodu markuu laba arrimood buu leeyahay oo ahaan muhiima inaad ku baraarugtaan waa midoo anoo socda intaan taga hore laygama qorayo liis baa lay gelina liiskana waxaa laga yaabaa inuu 10 bilood qaato sanad u qaato hadba qofka percentagekiisu badan yahana prioritiga la siinay wala isaga mudnaanta la siinay maalan anoo 30% haysa iyadoo 30% haysa adaa lagu hormarinaya maxaa yeelay lacagtii halfkeed baad haysaa anna waxaan hayaa 30 ama 20 baan hayaa 10 mid arrinka labaad waxaa jira system aanay
رنتي دنا وكذا دقائق كريم بجرو كخس بينه سيستم كان وسيستم كوضن كان وكش قايو آه غريق أدو الدجن سادوكتين وضن كان لباس سنة والب غريق ولا قيمة يا إيفالويشن بقليه غريق مرك قيميز برديجش وتجنا سنة كور ما أنت ما تجنا شلون حلقة من 11 مليون كوجو آه لكن ما أنت هدي لباس سنة كتب القيمة ونافر مليون أتجو هل كان بيحب كوجو سيكوردين لكن هذه مرة بواحد كبد بعد إسا سيستم كي ربا دقيحان هيد ماشي تجنا وأنا وحين وتن فتاويدي اللجنة الدائمة يرجع علوس بيوتان أرن كان وحنا لم بقى فقيا وهم معقول قف كي مرك ديار آه هل كاس وحكيه لي كره باهين هل كاس لوجود بقول كره سيستم كلبات وسيستم كضدنا مسلمين هاي أو سيرلين كيالة أي سمبيان ولا لها نورث أمريكا رنتي واي سمبيان آه إن دتكو أيو تأي جلان أو يجوحود أي سمبيان تانا طبعا مركي أنا سكود دين اللجنة إن مسلمين هوش اللي جود جلنا عوائق كلا إنك إنك قارب بوش أهان صومالي أهان بان رنتي أن لقت لقت لجدي وين مركا وانو كي استعنوا كه كنا لكن سيستم كاس وسيستم شقيني فقين مركا لصبر وعندي لا مركا برينا دو ذا إيمان يسأ الله جا حد دانو ولا لها وقوي قد جن إيمالها فك فك إيه نجا وقيبان وكان هاي ساعدها دا دير رمضان كطبعا ما دام بحثي قاسو بحثي دير وبهنان كر مردونا متمر ومركا شيخ يوسف طرف كي هانا وكدع دانو حقا يتبوري أن أنت بدن ودين دانو كاس قضب كم يضم قاضنتنا لكن سؤالها أتقبتها وسير لما يصير الدونا ما دام هو الوقت يسون صد بول علماء دون آد بأمها سين إلى سبحانه وتعالى بركاته لكن بالرئي ذيك سؤاله إن الله ديار وجزاكم الله خيرا